يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومصر كلها دايما يا رب في خير وحب وسعادة. والحياة السنة دي عيد الفطر المبارك وأعياد المسيحيين بتتزامن مع بعض، وده مخلي الشوارع كلها بتعيش حالة من البهجة بغاية في الروعة الحقيقة. ربنا يجعل أيامنا كلها يا رب أعياد وأفراح، ودايما كده يا رب المصريين إيد واحدة في الفرح قبل الحزن. والحقيقه انه كل سنه بنشوف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركه لابناء الشهداء ومصابي العمليات العسكريه في احتفالات عيد الفطر المبارك، والحقيقه انه ده تقليد مهم جدا بالنسبه للاسر والعائلات دي، لانه الحقيقه اهتمام الدوله المصريه وعلى راسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشهداء وتقدير قيمه اللي الناس دي عملوه علشان نعيش امنين مستقرين، علشان يفضل جيش بلدنا من أقوى الجيوش، وعلشان تفضل حدودنا مصانة، دور كبير جدا جدا جدا، ويعني بيضحوا بأرواحهم أغلى شيء علشان نعيش أمنين مطمئنين. فمهم جدا إن احنا نشوف وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أهالي الشهداء ومصابي هذه العمليات في المناسبات الهامة زي صلاة العيد. والنهاردة أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة العيد في مسجد المشير طنطاوي، وشفنا الصورة الحقيقة قريبة من القلب قوي، الصور بتتكلم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الصلاة كان حواليه أبناء الشهداء، وكان بيشاركهم الحديث مباشرة بعد الصلاة. وبعد كده شفنا الاحتفالية اللي كانت معمولة في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وشفنا الفعاليات اللي ابتدت بالفيلم التسجيلي اللي كان بعنوان العيدية في مصر، والفيلم بيشرح أجواء العيد الخاصة جدا في مصر. وبعد ما الفيلم ده اتعرض كان كمان في عدد من الفقرات الفنية اللي شارك فيها الفنان حمد هلال وكمان الفنان حكيم، وكان في أوبريت الليلة الكبيرة، وكمان كان في مشاركة للفنانة هالة رشدي مع كورال دار الأوبرا المصرية. الحقيقة أنه وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصراره الدائم على الحديث عن ما يقدمه الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية في كل المناسبات مش بس الأعياد، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما على أنه يذكر الشهداء ويكرم أسر الشهداء ويستمع لمطالب هذه الأسر، ده دايما مش بس في الأعياد ومش بس في المناسبات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على أنه وجود الأسر دي هو تكريم لصنيع أهليهم للحفاظ على أرض وهوية هذا الوطن. أجواء كانت الحقيقة يعني كلها فرحة وسعادة وبهجة بوجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشفنا سيادته وهو يعني بيتصور مع الأطفال وبيوزع عليهم الهدايا، وسعادتهم الكبيرة بوجود سيادته والصور اللي أخذها معاهم، والطفل الصغير اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دخل جري على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضنه. الحقيقة صور كلها مشاعر بتشرح نفسها. يعني لو حضراتكم اتفرجتوا النهاردة على الاحتفالية والصور اللي خارجة من الاحتفالية تؤكد أهمية اهتمام الدولة بأسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية في يعني مواسم زي دي، خصوصا يعني جاي عليه العيد وأبوه مش معاه وبيعانوا. طبعا معاناة الفقد دي معاناة كبيرة جدا جدا جدا، لما يلاقي نفسه بيكرم من الدولة المصرية والدولة بتهتم بيه ويعني بهذا الشكل وبهذا التكريم وفي محفل زي اللي احنا بنشوفه النهارده، شيء مهم جدا جدا جدا. دلوقتي هيبقى معانا على التليفون الكاتب الصحفي احمد ناجي قمحه. مساء الخير على حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب. وزي ما كنا بنتكلم، اصرار الدوله المصريه واصرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني الحديث عن دور اسر الشهداء والاهتمام باسر الشهداء ومصابي العمليات الارهابيه دائما، يمكن مش بس في ايام الاعياد، لكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يكرم هذه الاسر ويتحدث عن فضل هذه الاسر علينا جميعا. استاذ هدير، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اسمحي لي في البدايه ان احنا نتقدم كشعب مصري، مش كمناصب رسميه، كشعب مصري الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئه بحلول عيد الفطر المبارك، وللشعب المصري العظيم كل التهنئه في الاعياد المتزامنه اللي حضرتك ذكرتيها، عيد القيامه المجيد، عيد شم النسيم، عيد الفطر المبارك. الشعب المصري قادر على صناعه الفرح، الشعب المصري قادر على صناعه الفرحه. يمكن النهارده رساله جديده بيقدمها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوله المصريه وللشعب المصري، الاراده والعزيمه
ومشاركة المصريين في مصابهم الحقيقة. لما حضرتك بتتكلمي على أبناء الشهداء لازم نتفهم إن لولا هؤلاء الشهداء، لولا هؤلاء المصابين، ما كناش وصلنا للي إحنا وصلنا له النهاردة. ويمكن ده كانت أول رسالة قالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول احتفالية من هذا النوع نحضرها مباشرة في 2015، إن لولا الدماء اللي بتقدم مش هنقدر نمشي كتير في عملية التنمية، مش هنقدر نمشي كتير في عملية صناعة الدولة المصرية الجديدة، مش هنقدر نروح أبعد في صناعة الجمهورية الجديدة اللي إحنا بنعيشها النهاردة. النهاردة كان يوم استثنائي، يمكن زي ما حضرتك بتقولي دايما فخامة الرئيس حريص في الندوات التثقيفية في كل ما يخص الاحتفاليات الكبرى على تكريم أسماء الشهداء وعلى تكريم أسر الشهداء وأبنائهم. إنما النهاردة يوم استثنائي كما تفضلتي وأشرتي، هؤلاء فقدوا الأب، والأب في حياة الأبناء قيمة كبيرة جدا. صحيح. النهارده الدولة المصرية كلها، يمكن حتى الحضور لازم يفهم ان التوزيع الأطفال على طاولات الإفطار بعد صلاة العيد كان حريص فخامة الرئيس وطبعا الشؤون المعنوية للقوات المسلحة على ان يكون على كل طاولة فنان رياضي صحفي إعلامي إعلامية صحفية يشاركوا هؤلاء الأطفال وأسر الشهداء هذه المناسبة العظيمة. كانت اجواء يعني مش هنقدر نعوضهم كتير عن اللي راح، انما احنا بنقول لهم ان اهاليكم قدموا لينا كتير وان احنا مدينين ليهم ومدينين ليكم في المستقبل، ان احنا نحطكم في المكانه اللي تليق بيكم. ودي الرساله اللي الدوله المصريه بتعملها، احنا مش بس حريصين على تكريم هذه الاسماء، لكن احنا حريصين على استمرار الاعتراف بفضل هؤلاء الشهداء وعلى ان احنا نكمل المسيره من اجل ان نضع أبناء الشعب المصري كله في المكان اللائقة الطليق بهم. يوم عبرت فيه القوات المسلحة المصرية عن اعترافها وامتنانها بفضل هؤلاء الشهداء، شهداء من القوات المسلحة الشريفة ومن الشرطة المدنية الباسلة اللي زادوا بأرواحهم عن هذا الوطن، عن أمان واستقرار هذا الشعب اللي ضحوا كتير جدا علشان نوصل للحظة اللي احنا فيها دي. ده مش قليل عليهم، والحقيقه ده درس مهم دايما بيقدمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، درس الوفاء والعطاء لشعب يريد ان يصنع الفرحه والحياه ويستمر في الحياه. الشعب المصري شعب عظيم ويستحق هذه اللفتات الكريمه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي احمد ناجي قمحه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم دايما متابعين. اهلا بحضراتكم من جديد، واحنا في اجازه العيد كل محبين نادي الاهلي يعني بيستعدوا غدا لمواجهه الرجاء المغربي، المباراه يعني مباراه ذهاب الدور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هتكون موجوده هنا في استاد القاهره الدولي وهيحضرها عدد كبير من الجماهير، تقريبا بنتكلم في يمكن 52,000 هيكونوا موجودين في الاستاد. وطبعا كل جماهير النادي الاهلي مستنيه المباراه ومتحمسه جدا انها تروح وتتفرج على المباراه. واحنا كمان عايزين نعرف اخر استعدادات النادي الاهلي، اللي يمكن بنتكلم عن غيابات للاصابه وغيابات حتى للتاهيل من الاصابه في صفوف الفريق، وكمان في غيابات في الناحيه الثانيه، فعايزين نعرف كده ايه التوليفه اللي هتكون يعني موجوده من النادي الاهلي وهيستخدمها مارسيل كولر قدام رجاء المغربي. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي محمد جمال. مساء الخير عليك وكل سنه وانت طيب. نور، وكل سنه حضرتك طيبه، وكل سنه طبعا وكل الشعب المصري بخير باذن الله. عايزينك كده يعني تقول لنا توقعاتك للتشكيل النهائي بكره للنادي الاهلي، ويعني التوليفه اللي هيعتمد عليها مارسيل كولر علشان يقدر يحقق نتيجه ايجابيه قدام رجاء المغربي. ده اكيد طبعا هو ماتش صعب جدا، ماتش مهم بالنسبه للنادي الاهلي، بتتكلم على ذهاب ربع النهائي، الاهلي محتاج ان هو في مباراه الذهاب يسجل اكتر من هدف بحيث تسهله المهمه شويه في مباراه ملعب محمد الخامس في المغرب الاسبوع الجاي ان شاء الله. فالاهلي عايز بكره اكيد يكون عامل زي يعني توازن ما بين الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. الافضل من ان انت كمان تسجل عدد اهداف كتير انك ما يدخلش في مرماك هدف على ارضك، لان الهدف على ارضك ده بيصعب مهمتك كمان خارج الارض، انك بتبقى محتاج انك تعوض. بالنسبه للتشكيل اكيد اقول لحضرتك بالنسبه للجاهزيه، لكن النادي النهارده كان في مؤتمر صحفي لمارسيل كولر مدير الفني محمد الشناوي قائد الفريق، واتكلموا على صعوبه المباراه
المباراه، تكلم على الرجاء المغربي متصدر مجموعته برصيد 16 نقطه في دوري الابطال، هو اه في المركز الخامس في الدوري المغربي ولكن فريق عنده تدعيمات بشكل كويس جدا خلال الفتره اللي فاتت يعني. بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي، يمكن الاهلي جاهز بشكل كبير جدا، كل اللاعبين عنده، كان اللاعب الوحيد المصاب الفتره اللي فاتت كان احمد عبد القادر، ولكن عبد القادر يمكن ابتدى يرجع تاني للتمرين وابتدى يرجع تاني يشارك مع النادي الاهلي في المران، ولكن التشكيل الاقرب للنادي الاهلي بكره باذن الله مش هيخرج. لكن في غيابات كمان، اعتقد رامي ربيعه مش موجود، اكرم توفيق، كريم فؤاد، بس دول كلهم غايبين بقالهم فتره يعني. رامي بعد مباراه بيراميدز خلاص اصبح خارج الحسابات بسبب كتفه، ولكن اكرم وكريم غايبين من شهور طويله بسبب عمليات الرباط الصليبي. فبتكلم على اللعيبه اللي موجوده في الوقت الحالي، اللعيبه كلها بشكل يعني كبير جاهز. كولر الفتره اللي فاتت عمل روتيشن بين اللاعبين بشكل مميز جدا في بطوله الدوري، ريح عدد كبير جدا من اللعيبه الاساسيه. يمكن بكره يبدا بالشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني في مركز زر الايمن، علي معلول في مركز زر الايسر، اثنين في قلب الدفاع هم الاثنين الاساسيين بتوعه، عشان كده انا بقول لك غياب رامي ربيعه مش هيكون مؤثر، لان موجود محمود متولي ومحمد عبد المنعم الاثنين الاساسيين بالنسبه للاهلي. وسط الملعب اعتقد الثلاثي عمرو السوليه ومروان عطيه وحمدي فتحي، اعتقد الثلاثي ده هو اللي هيكون بكره موجود في وسط الملعب. الثلاثي الهجومي مش هيخرج من بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، اعتقد هو الثلاثي ده الهجومي. يمكن كمان ظهر لكولر يمكن بعض البدائل المميزه بالنسبه له اللي كان محتاجها الفتره اللي فاتت انها ترجع لمستواها، زي طاهر محمد طاهر، زي كمان مهاجم زي محمد شريف واللي سجل في المباراه اللي فاتت قدام نادي سموحه. صحيح. اعتقد كل دي بدائل مهمه بالنسبه له، زي ديانج كمان في وسط الملعب، زي خالد عبد الفتاح في مركز الدفاع الايمن، ولكن يظل ده القوام الاساسي اللي بكره كولر هيدفع بيه. والناحيه الثانيه رجاء المغربي واوراقه قدام النادي الاهلي بكره ومارسيل كولر، ويمكن في حديث على انه النادي الاهلي بكره حظه يمكن يكون كويس لانه في يمكن اربع غيابات مؤثرين في الرجاء المغربي. في اربع غيابات مؤثرين وكل حاجه، بس انت برضو بتتكلمي على فريق مميز، فريق عنده مدرب اللي هو منذر الكباير، مدرب محترم. اما الفتره اللي فاتت في بطوله الدوري انت بتتكلمي على تعادل اللقاء الماضي في الدوري قدام نادي السالمي، قبلها في الكاس قدروا ان هم يصعدوا من دور 16 حساب حسابات اجدير، قبلها كانوا خسرانين من فتح رباط في بطوله الدوري، ولكن يظل فريق الرجاء فريق كويس، فريق الفتره اللي فاتت عنده تدعيمات. اظن ان الغيابات مش هتبقى اللي هي المؤثره بالنسبه لفريق الرجاء طبعا قدام النادي الاهلي. خلي بالك برضو الرجاء بكره هيبقى بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعني يدافع اكتر ما يمكن قدام النادي الاهلي. بتتكلم بكره على يعني غيابات، انت بتتكلم على زكريا الحضراوي، بتتكلم على عبد الصمد البدوي، رؤوف بن غيث، حسين الرحيمي، كل اللعيبه دي مميزه، ولكن محمد كمان المكعازي، ولكن اللعيبه اللي بتتكلمي عليها بكره ممكن تكون موجوده في تشكيله طبعا نادي الرجاء اللي هتكون مؤثره، لا عدد كبير جدا من اللاعبين. انت بتتكلمي على عبد الله الحفيظي، بتتكلمي على بكره برضو الهدودي هيكون موجود، انس الزنيتي حارس المرمى بكره عليه عامل كبير جدا قدام النادي الاهلي، اكيد هيبقى يعني الزنيتي من الحراس المميزين، ولكن يظل النادي الاهلي بكره عنده فرصه كبيره جدا قدام جماهيره. بتتكلم على 50,000 متفرج للنادي الاهلي هيكونوا موجودين بكره في استاد القاهره الدولي من بدري، بتتكلم على عدد كبير جدا، يمكن الجماهير كانت هي اللي مرجحه كفه النادي الاهلي قدام الهلال السوداني، مباراه كان النادي الاهلي محتاج يفوز فيها باي نتيجه، قدر يكسب 3-0 وصعد للدور القادم. واعتقد النادي الاهلي دايما في المباريات الاقصائيه بيكون فريق مميز جدا، بيكون فريق شرس كمان على الارض ويقدر ان هو يفوز باكبر عدد من الاهداف. وجود الجماهير دايما بيكون عامل مهم جدا في المباريات الكبيره زي المباريات يعني الخاصه بالنادي الاهلي والبطولات الخاصة بأفريقيا، بيكون يعني عامل كبير في الحسم في المباريات اللي زي دي. طبعا بنتمنى كل التوفيق غدا للنادي الأهلي وتستمتعوا بالمباراة وبالأجازة إن شاء الله. طيب احنا مكملين مع حضراتكم، ويعني موضوع يعني واخد ترند طول رمضان، يا ترى نعيم هيخون ولا مش هيخون في جعفر العمد، والناس كلها كل يوم تكهنات كبيرة جدا، ايه اللي هيحصل ويا ترى نعيم ده هيفضل مكمل طيب كده على طول، واللي يكتب لو نعيم خان يبقى يا جماعه خلاص كده انا مش هامن لحد في الدنيا. فنان عصام السقا الحقيقه يعني كان ليه الاف المعجبين في رمضان ده، وواحد من النجوم اللي تألقت في دراما رمضان السنه دي من خلال مسلسل جعفر العمده، ويمكن هو كان مشارك في عدد من الاعمال، الا ان يعني نعيم كان متصدر دايما الترند والناس بتتكلم عنه، والناس كل يوم تكتب شكوك بقى مختلفه، ده هيخون جعفر مع ثريا، ده سيف هيطلع ابنه، ويعني كل الناس كانت بتكتب قصص، ودايما الناس كانت بتكتب التكهنات، وكل واحد كان بيبقى متاكد من تكهناته وكانه عارف احداث الحلقه. دلوقتي معانا على التليفون الفنان عصام السقا، طبعا ببارك لك على النجاح الكبير في جعفر العمده، ليكوا جميعا وكل سنه وانت طيب. مساء الخير يا هدير، كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل الشعب المصري بخير.
وفي احسن حال وستر وخير يا رب، وكل الوطن العربي يا رب دايما طيبين. وانت طيب. شفت ازاي اجماع الناس على شخصيه نعيم وحب الناس الكبير لشخصيه نعيم؟ يمكن الناس كانت بتقول انه بقينا مفتقدين شكل الصاحب الجدع اللي طول الوقت كويس، اللي طول الوقت امين ما يخونش صاحبه. والحاله اللي الناس كانت عايشاها على مواقع التواصل الاجتماعي مع كل حلقه، الناس كانت مستنيه لا ما هو اكيد نعيم ده مش هيفضل كده كويس لحد اخر المسلسل. بص يا حاله الجدل اللي حصلت، فكره وجود صاحب وفي يعني هي ظاهره انا نفسي كنت مخضوض منها، فكره ان الناس مش واثقه ان كل اللي حواليها كويسين مش كويسين، حد تعرض لتجربة من حد قريب منه سواء صاحب أو قريب أو حد كان بيثق فيه واكتشف إن هو مش مناسب للثقة دي وإن هو اتخدع فيه. كل الحاجات دي هي اللي عملت حالة الجدل على نعيم. يعني أنا حتى وأنا بأسس الشخصية في البداية خالص مع أستاذ محمد سامي، أنا وأنا بقرا الورق هو نعيم شخص جدع جدا وشخص طيب وشخص مثالي، يعني بحب جعفر جدا وفي ظهره وفي كتفه وما بتخلاش عنه طول الأوقات. ولكن قلت للأستاذ محمد سامي طب إيه رأيك ما نعمل رياكشن تبقى مديها إحساس طول الوقت للناس ما بين 50% هو كويس و 50% لا أنا ممكن فعلا أشك فيه، مع إن هو جعفر عنده كوارث طول الوقت وعنده مصايب طول الوقت بتحصل له من الناس القريبين، ونعيم طول الوقت شايفينه جدع لا استحاله هيكمل بالشكل. وانت كمان على السوشيال ميديا كنت بتتدخل وترد على الناس وكل يوم كنت بتزود الحاله دي اكتر، يعني احنا كنا عاملينها جيم، يعني هي كانت جيم دمها خفيف جدا وهي عملت الحاله اللي بقول لك عليها من شويه، موضوع فعلا اكتشفت او احنا كلنا اعتقد يعني ما فيش حد عنده في دايره حياته ما تخذلش من حد قريب. صحيح لازم بصي لازم يعني على مرحله الحياه لازم يبقى في حد كنت واثقه فيه جدا واكتشفت ان هو مش قد الثقه دي، حد كنت فاكره ان انت لا قدر الله في مشكله او في ازمه كبيره هيبقى هو اول حد واكتشفت ان هو في اخر الصفوف هو مش موجود اصلا. واستاذ محمد سامي بصراحه سمع وجهه النظر دي وبقينا بناسس لها طول الوقت في كل مشاهد نعيم، يعني انت مشاهد نعيم هتلاقي دايما في رياكشن لنعيم، طب هو انت فرحان ولا مش فرحان؟ هو طب بس طبعا بعد ما الشخصيه اتكشفت دلوقتي لو رجعت لكل الرياكشنز هتلاقي لا كلها مناسبه لجعفر وكلها لايقه على الحدث. كان في مشاهد كتير فيها يعني دموع قويه جدا 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 ومشاهد فيها مشاعر كبيره كنا كلنا بنتاثر بيها، ازاي كنتوا بتحضروا المشاهد دي وما هياش مشاهد سهله؟ بصي والله يعني احنا كلنا من اول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا تصوير احنا داخلين ننجح، كلنا داخلين نعمل حاجه حلوه. الورق كان حلو جدا بصراحه، ورق عظيم جدا، كل الناس كانت متحمسه، كان في تشجيع كبير جدا جدا بدايه من شركه الانتاج لكل الابطال. يعني انا بصراحه كواليس كانت هايله جدا. داخلين محضرين، كله جاي مذاكر الشخصيه بتاعته قبل التصوير، كنا بنقعد كلنا على بروفات ممكن بنقعد بالساعات، يعني احنا ما كانش عندنا فكره يلا يا جماعه احنا هنصور النهارده قدامنا 10 ساعات وهنمشي، لا احنا كان ممكن نقعد ل 18 و20 ساعه في اليوم ونروح ننام كام ساعه ونرجع بسرعه تاني على الديكور بتاع الحاره عشان نكمل الشغل بتاع الناس جايه عايزه تنجح. كلنا كل زمايلي بصراحه ما فيش حد، انت هتبصي في المسلسل انت هتلاقي اللي حتى جه عمل دور صغير جدا هو ما زال مؤثر منور، وده الفارق الحقيقه في جعفر العمده انه الناس اتعلقت بالشخصيات مش بس بالنجم محمد رمضان، اتعلقت بكل شخصيه موجوده في المسلسل، كل شخصية منوره بالضبط. وليها توليفه مخليه الناس متعلقه بيها، كل شخصية لها حالة الناس توحدت معاها. يعني في ناس مفتقدة لصاحب الجدع واللي بتثق فيه فحبه نعيم، شايفين ان لا ده انا ليه ما عنديش في حياتي حد زي نعيم. في ناس حبت ثريا شايفينها الست الطيبة،
اللي دلال كانت عامله فيها كل البلاوي دي، وهي ما زالت وهي الحقيقه مي كساب عملت دور لذيذ جدا جدا جدا، قريب من الناس قوي، عفوي بشكل كبير جدا. دلال طبعا والشر دايما بياخد مساحه مع الناس، الفنانه ايمان العاصي برده دلال هتشوفها طول دورها من اول المسلسل، انت شايفها شكل الملائكه، مستحيل اصلا كنت تشك فيها، يعني شايفها طيبه ووشها ملاك جدا. كل يعني بصراحه كل زمايلي، يعني احنا تفاصيل التحضير والبروفات اللي كانت بتتعمل والمجهود اللي اتعمل، احنا كنا واثقين والله في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا هننجح. يعني خلي بالك الكواليس لما بتبقى حلوه والناس حابه بعض ده بيظهر للجمهور، يعني هو مش بس بيظهر الوشوش بتاعت الممثلين على الشاشه وخلاص، اللي عارفه انت طول ما الناس حابه بعض، الناس داخله ايدها في ايد بعض، معاكي ورق قوي جدا، معاكي مخرج، يعني بعدين شايفين رد الفعل في الشارع عامل ازاي، يعني الراجل بوجه له كل الشكر والتحيه لانه صحيح صراحة طبعا محمد سامي يعني عامل حاله عظيمه غير طبيعي غير طبيعي، سواء في التاليف هو واستاذ مهاب طارق والسيناريو والحوار، وسواء في الاخراج استاذ محمد رمضان، الراجل كان داعم لكل الناس، حابب كل الناس تنجح وكل الناس تنور، مش مشكله ان يبقى في ممثل بيقول مشاهد اكتر، ما عندوش مشكله ان في ممثل هيقول جمل، يعني ما عندوش مشكله خالص، هو عايز كل المركب اللي فيها عارفه توصل لبر الامان بكل نجاح وكل وده كان باين على الشاشه في كل حلقه من حلقات المسلسل، واعتقد انه ده السر الكبير ورا نجاح المسلسل. عايزه كمان اسالك عن اصعب مشاهد بالنسبه لك في المسلسل. لا مشاهد كتير قوي، عندنا شويه نكت حلوين. انا بس النهارده الحقيقه برضو الخناقه كانت كوميديه وكان ليها ستايل مختلف شويه، يعني عجبتنا كلنا والقفله عجبت الناس كلها. الحمد لله الناس كانت متخوفه جدا، وده كانت الاسئله اللي دايما بتقابلنا في الشارع اصلا. ومش هنسامحكم لو نكدتوا علينا في العيد، اكيد قريتوا الكلام ده. يا لهوي، لا لا انا في الشارع الناس كانت متخوفه جدا ان سيف يحصل له حاجه، طب جعفر هيحصل له حاجه، طب انت هتغدر بجعفر، طب وامانات بقى، طب والنبي اخي وحياه صيامك اوعى جعفر تسيبه، طب ما تبقى الناس يعني كانت حابه الشخصيات لدرجه بقول لك ان هي حاسه ان هي قصه اتاثرت بيها، يعني قضيه راي عام حقيقيه متوحده معاها جدا. والرسائل اللي اتكلمنا عليها في النهايه، مساله التعدد وعيوب ده والربا ده، كان مهم جدا انه يوصل من خلال مسلسل جماهيري زي جعفر العمد. بالظبط بالظبط، الرساله كانت واضحه في الاخر، وحتى مساله الربا برضو، يعني الفكره بتاعت الفوائد، يعني هو يعني الناس في الاول كانت فاكره ان في تشجيع، لا بالعكس هو المسلسل قفل وضح كل نقطه نهايتها ايه، والرساله كانت واضحه، يعني واضحه من خلال المسلسل في الاخر، يعني هتمشي في الطريق ده هتلاقي ده، وهتمشي في الطريق ده هتقابل ده. انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى واللهم لك الحمد ولك الشكر، كان في توفيق كبير جدا من ربنا. بشكر كل الناس بالكامل وكل الكرو، انا حابب اشكرهم من عندك، يعني كل الناس اللي كانوا ورا الكاميرا عملوا مجهود عظيم عظيم عظيم، من اصغر حد لاكبر حد، وربنا يا رب يكرمنا ويوفقنا في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. عايزه يعني اقف معاك عند موضوع المشاهد واصعب المشاهد بالنسبه لك، واعتقد انه الناس كلها كانت بتتكلم عن تطور اداء عصام السقا تحديدا في جعفر العمده، ويمكن انت عندك رحله كبيره لحد ما بقينا النهارده نشوف يعني نجاح كبير زي نعيم يوصل للناس بالشكل ده، فدي كمان مهمة جدا تكون رسالة للناس اللي دايما بتشوف يمكن عندها أحلام لكن أحلامها صعبة، أحلامها بعيدة، مش عارفة الطريق إزاي. بصي، هو الرحلة ما بتبقاش يعني لا تصنع في يوم، والمشوار أكيد مش سهل طبعا، وأكيد مش بسيط، يعني أنا في التجربة دي من 2009 آخر 2008 كمان، وكان في حاجات كويسة، حاجات ما وفقتش في الدخول فيها، في فتره ما اشتغلتش لان ما يعني كنت بعدت شويه، حصل تفاصيل كتير جدا، ولكن كان عندي اصرار وكان عندي عزيمه اللهم لك الحمد ان انا هكمل، وباذن الله ان شاء الله وانا واثق في ربنا ان انا هنجح. يعني شخصيه نعيم، احنا كان معانا الورق، معانا ال 30 حلقه قبل اصلا ما ندخل نصور، فانت داخله تصوري العمل ومعاكي 30 حلقة مكتوبين فيهم تفاصيل الشخصية
زي ما بيقول الكتاب. فذاكرت كويس جدا، عشان كده انا بقول لك حتى في اول المكالمه ان انا لما قعدت مع استاذ محمد سامي وانا بحط تفاصيل الشخصيه وانا بذاكر وانا بشتغل عليها، كان في خلاص في وقت قعد تفكري، طب ما احنا ليه ما نخليش نعيم ده يروح في دايره شك؟ ليه نعيم يفضل شاب طيب وجميل كده؟ طب ما احنا ينفع نلعب فيه في الناحيتين، لان نعيم ده شخصيه حقيقيه، ينفع فعلا يبقى طيب كلنا جوانا الخير والشر، يكتشف ان هو محضر لنا مصيبه والعكس. فكره ان انت معاكي الورقه فعارفه تحضري، فداخله لابسه الشخصيه بكل تفاصيلها باللزمات بتاعتها. يعني انا كان عندي وانا بذاكر المشاهد انا كان في رياكشنز انا كاتبها، يعني انا عارف ان لما جعفر هيقول لي هنا انا اصلا هرد هنا برياكشن عامل ازاي. التفاصيل دي كلها فرقت، هي دي اللي ظهرت على الشاشه. قعدت شهرين بعد يعني لما خدنا الورق وقعدنا عملنا بروفات انا وزمايلي، وبعدها قبل التحضير بتاع التصوير كل ده كنت قاعد شغال على الشخصيه. وكنت باخدها من الشارع، يعني انا خدت شخصيه نعيم دي من حد. حد انا شايف ان هو نعيم في حياتي، حد قريب من الراجل اللي مكتوب بالشكل ده. المشاهد الصعبه مشاهد، عارف انت المشاهد اللي هي فيها احساس بالوجع والكسره، يعني المشهد اللي بينه فتوح احمد اللي هو في اول الحلقات لما بروح له اقول له انت ليه يابا ما كبرتنيش وخليتني زي جعفر؟ ليه سبتني يابا صغير؟ المشهد متكرر في حالات حوالينا كتير جدا، ان اب مش قادر يحتوي ابنه مع انه عنده من الامكانيات الماديه والحاجات اللي حواليه انه يقدر ياخد ابنه ده ويطبطب عليه ويحتويه ويخليه تحت دراعه، عشان هو حتى كلمه ليه ما خلتنيش ابقى ظهرك وسندك وسبتني اروح لجعفر، مع اني عمري ما بصيت لجعفر في حاجه، ده جعفر اخويا. فكره الشخصيه ان انت حاسه انها مرتبطه بالشارع، فكره الاب اللي مش بيحتوي، الاب اللي مش بيطبطب، الاب اللي مش مركز غير في الفلوس وبس، مش مهم عياله عاملين ازاي، فودات بقت في طريق، وابنه اللي هو المفروض يبقى ماسك شغله وماسك حالته شغال عند حد تاني. ده كان مشهد صعب، ولما حتى قعدت انا واستاذ فتوح قعدنا نذاكره شويه قبلها بكام يوم قبل ما نروح نصوره، انا قلت له انا اعرف حد في حياتي شبه نعيم مع ابوه. يعني عنده نفس القصه، يعني ابوه عنده التفاصيل الجميله دي كلها ولكن مش محتويها، رميه، مش واثق فيه، مش مديله ثقه، او مش مآمن ان هو يشيل التفاصيل دي كلها والفلوس والحاجات دي. مشهد كان صعب جدا لان كله احساس بالوجع. مشهد اللي بيني وبين وداد لما بينزل هو وسيد ويلاقي وداد قاعده على جنب شوقي بتتجوز، مشهد فيه كسره، مشهد فيه خداع، مشهد فيه صدمه مذهوله مش مصدقه اللي بيحصل، وبتكتشف ان هي كانت بتدبر اللي ده بقالها 7 شهور وعاملاه بشكل قانوني وعاملاه عادي جدا، اللي هو انت مش عارفه تاخدي رد فعل. وحكيم ونعيم ده شخص حكيم جدا في ردود افعاله، هو مش متهور ومش متسرع، فدايما بيدي لنفسه فتره ان هو يفكر، هو مش بيندفعش فبياخد رياكشن واكشن في نفس اللحظه، لا هو بيتأنى في كل موقف وبعدين يبقى ليه رد فعل. فهو الاحساس بتاع ان هو نزل لا وداد في الشارع وسط الاهل، اهالي المنطقه ووسط الناس وقدام عيلته، ده من ضمن يعني مشاهد. عايز اقول لك المشهد ده بعد حتى ما خلصنا انا وفهيم، يعني مثلا قعدت مثلا حوالي ساعتين ثلاثه ما بتكلمش بعد المشهد، بعد ما قلنا كات وخلاص وبنحضر للمشهد اللي بعده، لان هو يعني تفاصيل ان انت بتعملي المشهد بقلبك وباحساسك وبتستحضري حاجات حواليكي وفي حياتك وتبقى حاسه بالموقف اللي ممكن بني ادم يتحط فيه، بيبقى اصعب بكتير قوي من مشاهد الاكشن، بيبقى اصعب كتير جدا من المشاهد اللي بنقول فيها كلام كتير وبتاع. الاحساس وانك تطلعي المشاعر دي، يعني دي من بالنسبه لي انا على الاقل دي من الاصعب المشاهد اللي كانت بتقابلني طول الوقت في المسلسل.
المشهد اللي فيه الرباعيه مع جعفر بتاع صاحب الجدع اللي خلاص بنتهم هنا ان نعيم صاحبه وجدع وفي كتفه وظهره. كان قلبنا اطمن بقى بعد الاغنيه دي يعني إيه؟ لحد كبير كان قلبنا اطمن خلاص ان نعيم مش هينفع بعد الاغنيه دي. عايز اقول لك برضو كل الناس قاعده تقول لك ده كمين ما كتب المخرج محمد سامي يا خوفي يا كذا، فابتدينا طب وبعدين بقى يا جماعه في اللي بتعملوه فينا ده احنا عشان حاسس ان نعيم احنا اطمننا فهو او فهو بيضحك علينا عشان هيجي في الحلقه 30 برضو نعيم هي لا انا اجمل فيه شفته من شويه حد كاتب انتظروا خيانة نعيم في الجزء الثاني، فهو هم مش عايزين يقتنعوا ان هو كويس لحد دلوقتي. يعني احنا بنشكركم جدا على جعفر العمدة وعلى الحالة الجميلة اللي عملتوها بجعفر العمدة بين كل الناس، ويمكن وجود مثال زي نعيم في المسلسل يخلينا نفضل دايما يعني مصدقين ان الخير موجود فينا وانه الجدعان والناس الجميلة دي موجودة في حياتنا، لكن احنا اللي بس نركز في اختياراتنا ونبص حوالينا كويس. انا ببارك لك يعني بشكل شخصي، وان شاء الله يعني دايما نشوفك في اعمال ناجحه وقريبه من قلب الناس، لانه اعتقد انه مسيرتك بعد نعيم كمان هتفرق كتير. ان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ويكتب لكل الناس التوفيق والخير والسعاده يا رب، وكل الشعب المصري في احسن حال يا رب. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب. الفنان عصام السقا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. دلوقتي نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعد نكمل فقراتنا، خليكم دايما معانا. اهلا بحضراتكم من جديد. دايما السينما جزء كبير من احتفالات المصريين بالعيد، وخصوصا الشباب بنلاقي اقبال على دور السينما، والناس بقى تاخد العيديه وبعد كده تروح تدخل السينما وتنبسط بافلام العيد. السنه دي عندنا يمكن صبغه كوميديه لمعظم افلام العيد الصغير، اعتقد يمكن عندنا 7 افلام، معظم الافلام يمكن ما عدا فيلم او 2 يعني في الاطار الكوميدي. هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن افلام العيد وايه اللي بيقدم للجمهور خلال اجازه عيد الفطر المبارك. دلوقتي معانا في الاستوديو ناقد الفني احمد سعد الدين. مساء الخير على حضرتك. كل سنه وانت طيب. مساء الخير وانت طيبه وكل المشاهدين بخير ان شاء الله. دايما كنا متعودين ومن واحنا صغيرين انه في الاعياد دايما في افلام في السينما، وكان في رواد يعني للموسم ده لازم يكونوا موجودين. دلوقتي احنا بقينا بنشوف يمكن الموسم السنه دي موسم عيد الفطر 7 افلام، اعتقد معظمها افلام كوميديه. شفنا البروموهات ابتدت تنزل، فيلم هارلي للنجم محمد رمضان، فيلم بعد الشر لعلي ربيع ومينا نور الدين، شفنا عدد من البروموهات ابتدت تنزل، وزي ما بنقول بيبقى في اقبال من الشباب ناحيه السينما في العيد. سينما العيد تختلف عن السينما العادية. ليه بقى؟ احنا خارجين من موسم رمضاني، موسم درامي دسم مليان تقيل جدا. الدراما فيه اعلى من اي حاجة. تيجي بقى للسينما، السينما محتاجة ايه؟ هو خلال ال 15 20 سنة اللي فاتوا دايما الموسم العيد الفطر تحديدا، ويمكن عيد الاضحى بس عيد الفطر الاهم، بيبقى درجة الكوميديا فيه اعلى. عشان انا خارج من قبلها 30 يوم دراما كموسم في مسلسلات كتير. لما باجي وده اثر بالسلب على الجمهور، يعني الناس اللي شايفه دراما قويه طول رمضان مش هتروح السينما؟ خلي بالك من نقطتين. اللي بيشوف الدراما بشكل كبير مش هو شريحه الشباب الصغير. اللي هم يروحوا فين؟ السينما. لان يعني السينما ليها جمهور، دي خروجه في العيد مختلف. كمان جمهور العيد مش هو جمهور السينما. ده جمهور معظمه جاي من اطراف القاهره، واخد العيديه بيخرج، وبعدين في الاخر لازم يدخل السينما. بالاضافه ان هو ساعات بيروح للنجم بتاعه. عندي محمد رمضان، انا رايح لمحمد رمضان مش رايح للفيلم، انا رايح اشوف هو هيقدم ايه. فهنا الدنيا بتختلف. فعلى هذا الاساس انا عندي حوالي 7 افلام. هلاقي ان ال7 افلام فيهم فيلمين لو خرجتهم من العدد، الخمسه الباقيين كوميديا اكتر. والفيلمين يغلب عليهم في طابع الاكشن مع برضو شيء من الكوميديا، ولكن مش كوميديا كامله، ولكن في فيلم 3D، فده بالنسبه لنا حاجه جديده. ده المائده الايه اللي هي العيديه اللي هتقدر تلم العيديه. لكن السؤال، هل في اسماء رنانه نزلت
او صف اول نزلت خلال عيد الفطر في 7 افلام باستثناء محمد رمضان، اعتقد ان الافلام الباقيه في المتوسط وممكن تحت المتوسط. طيب لو احنا بنتكلم عن فيلم هارلي لمحمد رمضان بعد النجاح الكبير اللي حققه جعفر العمده، يفرق ايه في ايرادات هارلي ولا ملوش علاقه؟ لا هو ملوش علاقه كبيره ولكن ممكن في لينك ما بين الاثنين. محمد رمضان طول ال 30 يوم شغال دراما تلفزيونيه فيها جزء من الاكشن، ولكن هي في الاصل ايه؟ حاله دراميه. تمام؟ لما جه في العيد، يمكن الفيلم نزل امبارح، انا كنت في العرض الخاص، شفنا شكل مختلف تماما لمحمد رمضان. بيتكلم على الاكشن وعلى سباق والموتوسيكلات والمش عارف ايه والكلام من ده، ما يمشي والاغاني اللي بيغنيها ما يتوافق مع شريحه الشباب الصغير اللي بيحب محمد رمضان. محمد رمضان السنه دي اعتقد ان فيلم العيد هو بمواصفات كلمه فيلم العيد، وهيقدر يلم العيديه الموجوده السنه دي وممكن يبقى نمبر 1 فعلا. طيب نروح لفكره الوجوه الجديده والرهان على الوجوه الجديده في موسم العيد. حضرتك شايف ده ازاي؟ زي ادهم الشرقاوي مثلا وجوده في موسم العيد يفيده ولا يضر؟ يعني هو يفيد الممثل بشكل نقدر نقول ان هو بشكل جيد، مش هقدر اقول شكل بسيط او شكل ممتاز، بشكل جيد. ولكن عشان تفيدي اي ممثل لازم يتحط في مجموعه جوه مجموعه كبيره. هل في كاست كبير في اي فيلم من افلام العيد باستثناء هارلي؟ لو احنا بنتكلم على 5 جولات تقريبا، في ماجد المصري، في بسنت شوقي، ونور النبوي، لا بنتكلم معظمهم يعني بخلاف نجلاء بدر وماجد المصري، احنا بنتكلم في وجوه جديده. بالظبط. بس مش يعني هي هتاخد خطوه، لكن مش هتقدر اللي هي تسند تشيل وجه جديد يقوم ببطوله. الفارق الكبير. شفنا كمان برومو رمسيس باريس للنجمه هيفاء وهبي، هيفاء وهبي ومعاها محمد سلام وحمدي مرغني ومحمد ثروت. هيفاء وهبي هي دخلت السينما في فتره من الفترات ويمكن حققت ايرادات قبل كده، ولكن هذا الفيلم بقاله فتره طويله. مره لا ده هينزل في الصيف، لا هينزل في العيد، لا عنده مشكله، لا اخذ تصريح، كل ده اثر على الفيلم بدليل ان ايراد الفيلم النهارده مش بالقوه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هيفاء وهبي. المفروض حتى الدعايه عليه اقل. بصفه عامه افلام العيد اقدر اقول ان هي في الشريحه المتوسطه. طبعا نروح لعلي ربيع وفيلم بعد الشر، وعلي ربيع بقى احد اطراف الـ يعني الكوميديا الموجوده على الساحه واحنا بنتكلم عن موسم علي ربيع. علي ربيع ممثل جيد يصلح في المسرح بشكل كبير جدا، لان هو قايم على الارتجال. وده اللي الصفه اللي ميزت مسرح مصر مثلا ونجحته. لكن هل الارتجال يصلح في السينما بشكل كبير؟ اعتقد في علامه استفهام. هيعمل فيلم وهيشتغل وكل حاجه، وممكن هو تقريبا كل عيد بيكون ليه فيلم. ما هو افلام، احنا اتفقنا ان جمهور العيد مش هو جمهور السينما. فجمهور العيد الفيلم ممكن ينزل ياخد ايراد الاسبوع واسبوعين وكده زي الفل وخلاص. لكن هل ده فيلم او نوعيه هذه الافلام ممكن تفتكريها بعد سنه او اتنين؟ دي النقطة. لكن حاليا يمشي مع العيد. يعني اعتقد ان ممكن يكون هنا في يعني رهان على جمهور مسرح مصر. لو احنا بنتكلم على علي ربيع، الاسر اللي بتتفرج عليه في مسرح مصر تروح السينما تشوف فيلم؟ ممكن. شوفي كل شيء ممكن، ولكن لو بتتكلمي على قيمة فيلم ممكن بعد 2 او 3 تقدري تفتكري. هل تفتكري علي ربيع قدم ايه السنة اللي فاتت او اللي قبلها سينمائيا؟ انا بتكلم في السينما مختلف عن التلفزيون والمسرح. السينما يا جماعه ليها محددات، يعني انت فاكره النهارده احمد زكي قدم ايه من 40 سنه؟ محمود عبد العزيز قدم ايه من 30 سنه؟ نور الشريف نفس الحكايه، ولكن في افلام اسمها افلام العيد اللي هي حياه دوره حياتها من 2 لـ3 تاخد الايراد، تكيت الفلوس اللي هي اتدفعت عليها وتاخد مجموعه من الارباح وخلاص ومع السلامه. ده الهدف من ده الهدف من الافلام. لو بقيس بنفس المقاييس دي ممكن فيلم علي ربيع ايه
يكون في مرحلة النجاح. طيب ابن الحاج أحمد وشيكو الأول مرة بنشوفه بعيد عن هشام ماجد، ده بقى اللي احنا مستنيينه. وبعد كمان يعني ما هو انفصل الثلاثي وبعدين بقى ثنائي بقى فردي. وتعالي قبل ما نتكلم على الموضوع ده، تعالي نتكلم على الثلاثي كثلاثي. الناس حبت هذا الثلاثي لأن هم فكرونا بثلاثي أضواء المسرح. صحيح. ولما انفصلوا بقى ثنائي قلنا يا جماعة طيب ما تضيف أحمد الله يرحمه لما مات فضل جورج وسمير وكملوا بشكل جيد. بعد كده انفصلوا تاني وكل واحد لوحده. من هنا الناس مستنية شيكو هيعمل إيه. هو كمان واخد نجوم شوية من الكبير قوي فنانة رحمة أحمد. بالظبط. أعتقد أنه يعني دي برضو عامل حالة توليفة. يستفيد منها. عامل توليفة وتوليفة كوميدية لذيذة. نتمنى أن هي تنجح. ليه؟ لأن احنا كل ما هينجح ما احنا هنكسب بطل جديد. نجم من نجوم السينما، لأن السينما عنصر أولا اقتصادي، ثانيا ترفيهي. فاحنا محتاجين سينما تشتغل. لو نجح شيكو يبقى هو بيقدم لون لوحده وممكن ينجح فيه ونتمنى ذلك. طيب عندنا فيلم رعب بقى بعيد عن الكلام ده اليوم 13، أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، جمانة مراد، نسرين أمين، يعني توليفة كبيرة من الاسم. اتكلموا عن الفيلم ده كتير جدا. من أسماء النجوم. واضح إن الفيلم ده ممكن يبقى يقول حاجة، ولكن هل هذه النوعية تنجح في العيد؟ ما هو جمهور العيد هل يتقبلها؟ تخلي بالك إن جمهور العيد مش داخل إن هو يفكر في الفيلم ماشي ازاي، ده داخل عايز يضحك وهو بيتكلم مع اللي جنبه. تمام. فيلم الرعب مغامره انه هينزل في العيد، ومع ذلك لو نجح او ممكن ينجح من الاسبوع الثاني. تمام. لو نجح ده شيء جميل، ده تجربه جديده في السينما واحنا مستنيين. واعتقد كمان الافلام مستمره 70 يوم تقريبا في كل دور موسم العيد، بيبتدي من يوم الوقفه الى يوم وقفة عيد الأضحى. فإحنا بنتكلم في 70 يوم. السبعين يوم عشان كده دايما المنتجين بيحسبوها إزاي، يقولك أنا هتصارف على الفيلم ده، أنزل العيد الكبير، أنزل العيد الكبير عندي مساحة أكبر. فبيخلص كمان الأفلام، كمان بتبقى الأجازات ابتدت. بالظبط. بيخلص الأفلام المتوسطة في عيد الأضحى عيد الفطر، ويقدر يلم مجموعة الإيراد اللي هي تمشيه. لكن الأفلام القوية بتنزل الموسم العيد الأضحى لأنه أطول ولاحم في موسم الصيف. فالفيلم اللي بينجح بيكمل موسم صيف إلى أن يصل إلى شهر 11. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الناقد الفني أحمد سعد الدين، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا. كل سنة وحضرتك طيب. شكرا. كل سنة وانت طيبة وكل المشاهدين بخير. شكرا جزيلا. شكرا. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة. عيدكم سعيد يا رب، وأيامكم كلها أفراح وأعياد، ودايما يا رب بلدنا محفوظة، وتصبحوا على ألف خير.